بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. جماهيرنا جماهير جبل النار، جماهير يابس العظيمة بكرها ومخيماتها، بمدينتها الحبيبة، بمؤسساتها، بأجهزتها الأمنية الصلبة المتماسكة، بالشبيبة، بجامعة الحصار والانتصار، بكل مؤسسات العمل الوطني، بفصائل العمل الوطني، فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. وقفة اليوم هنا على دوار الشهداء لتقول لا وألف لا لأي بقعة لا يباركها أقصى ولا يحج إليها كل أحرار العالم. هذه الجماهير تقول لا وألف لا لما حدث مع رئيس الوزراء والأخ أبو بشار ماجد فرج والأخوة المرافقين. إنها الوحدة الوطنية، إنها المصلحة الوطنية، إنه اعتداء على الدم الفلسطيني، اعتداء على الوحدة الوطنية في وضح النهار. فمهما رأنا الاحتلال وعملاء الاحتلال وأدوات الاحتلال، ستبقى الوحدة الوطنية هي الأصل، وسيبقى الشعب الفلسطيني متماسك وراء قيادته الشرعية. في كل العالم لا يوجد من قال لا لأمريكا إلا الرئيس محمود عباس أبو مازن. في كل العالم لا يوجد من قال لا لصفعة الأسر إلا الرئيس محمود عباس أبو مازن ولجنته المركزية ومنظمة التحرير. هذا الموقف الشجاع الذي أبداه الرئيس محمود عباس ليس بالغريب على الموقف الوطني الأصيل المتمثل الذي يمثل كل قطاعات الشعب الفلسطيني. هذا الموقف بالتأكيد سندفع ثمنه وسيدفع الشعب الفلسطيني ثمنه، وما حدث اليوم هو ثبات للموقف، هو دفع للموقف، هو رد على الموقف الرئيس محمود عباس أبو مازن. دماء سميح المدهون لحد الآن عالقة في أذهانها، وأطفال بعلوشة لحد الآن لن تذهب من أدمغتها، من أفكارنا، من عقولنا. نرجوكم لا تعيدوا الصورة، نرجوكم دماء الشهداء أغلى، نرجوكم أن لا ترجعونا إلى المربع الأول، ولكن نقول لا تختبرونا. اليوم نحن في أصلح حال، الوحدة الوطنية أصلح، والأجهزة الأمنية، المخابرات والوقائي والاستخبارات، وكل الأجهزة الوطنية السيادية متماسكة 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 على أرض الشعب الفلسطيني باسم فصائل العمل الوطني. هذه الفصائل التي تقود الآن غمار العمل الوطني في مقاربتها للاحتلال وأعوان الاحتلال، للمستوطنين وقطعان المستوطنين، لحكومة الاحتلال، هذه الحكومة التي فلتت من عقالها. فصائل العمل الوطني اليوم وقفت وتقول كلمتها للقاسي والداني، للقاسي والداني. أنا دم الشعب الفلسطيني هو أطهر، أنا دم الشعب الفلسطيني هو الأطهر، بالنسبة لنا هو المقدس. لا تختبرونا ولا تختبروا قوتنا. الكل الآن متماسك وراء سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن. نحن ليس كالأنظمة، لا نعبد أشخاص، ولكن من قال لا وهو الوحيد في العالم من قال لا لصفعة الأمر، لصفعة الترامب،
بالتأكيد هذه هي أذناب الرذيلة والخزي والعار التي أمتلكت اليوم لتحدث الفتنة من جديد. بغض النظر هم من خطف غزة، وهذه الروايات التي تخرج من هنا وهناك سنسمعها وسندققها، ولكن أقول هناك مؤامرة على القضية الفلسطينية ومؤامرة على الشعب الفلسطيني. إذا كان بعض الأخوة بعض ما يسمى يسكن في إحدى العواصم من هنا وهناك، هو ليس من أهل وليس من أبناء الشعب الفلسطيني قد رفضته الفتح وإلى مزبلة التاريخ. ومن كان يفكر بمشروع الدولة في غزة كما أسقطها الشهيد ياسر عرفات، أبطال المخيمات في تل الزعتر وبيروت، أسقط المؤامرة الأمريكية في 82، ستسقط أي مؤامرة، لأننا أبناء وحدة وطنية، طالبين للوحدة الوطنية، طالبين وعشاق للوحدة الوطنية. ها هم أبناء ياسر عرفات، ها هم أبناء الوحدة الوطنية، ها هم أبناء منظمة التحرير، أبناء التنسيق الفصائلي. من هنا من عاصمة جبل النار نقول لزيادة الرئيس أبو مازن، للأخ القائد العام محمود عباس أبو مازن، الكل متماسك، الكل متماسك بوحدة وطنية صلبة رافضة لكل ما يجري وكل ما جرى. باسم فصائل التنسيق الفصائلي نشكركم ونشكر وقوفكم، وهذه وقفة عز ووقفة فخار ضد الذي جرى لسيادة معالي دولة رئيس الوزراء والأخ القائد ماجد الفرهاد أبو بشار، وشكرا لكم.